السلام عليكم يا صباح الورد. هنا يا كثر الأمهات اللي أرسلوا يقولون عيالنا منكدين علينا. طيب أنت كأم ليش ما تحاولي تاخذي أبنائك أو تربية الأبناء كجزء من اللعبة؟ وش سالفة جزء من اللعبة هذه؟ قبل تقريبا شهر ونص كنت أنا في إيطاليا، وكان فيه معلم تربية خاصة جالس يدرب طفل فيه توحد. الطفل هذا تقريبا عمره 12 أو 13 سنة، فجالس الطفل جالس يلعبون ب شو اسمه حبل مربوط بكوره هذه، والكوره هذه قاسيه مره. فلا شعوريا الطفل اللي فيه توحد جالس يلعب وضرب المدرب او المعلم من هنا وطلع دم، انجرح المعلم. انا نظرت المعلم هذا او المدرب وحاولت اواسيه، قلت له معليش وكذا، ويطالع فيني كذا قال لي لا it's a part of the game، هذا جزء من اللعبة. يعني وش معنى كلامه؟ ما في شغل خالي من المشاكل، وكل مشكلة باليوم لازم تتعلم كيف تحلها أو تديرها. ما في حياة خالية من المشاكل، تأكد من الموضوع هذا. عشان كذا دايما أقول أنا إذا تبي تدخل مثلا بزنس معين، لا تدخل بحاجة إلا لك شغف فيها، عندك شغف، عندك حب، عشان لو تعبك ما تطلع وتترك البزنس وتخسر. لا، تحاول تطوره إلى أن تنجح. نفس الحكاية ترى، الأبناء استثمار، على قد ما تطورهم على قد ما يعطونه كذا كبر. وهنا ما نهمل حق الأم أو نقلل من قدر الأم. الأم لو تحج فيها على أكتافك ما وفيتها حقها. الأم والله يعين كل أم وأب على تربية.